هلا نتابع مع لما وكل اللي حابين يطرحوها اي سؤال هي جاهزه لتتلقى اتصالاتكم مباشره على الهواء. وبعدين كمان عندها ايميلز كثير وصلوها لحتى تجاوب عليهم من المشاهدين. شوفي مع لما. يعني مش بس بحب غنجيك، بحب غني اسم فقرتك كمان. بونجور. بونجور. كومون سافا؟ سافا تري بيان. انا عم تشتت. ايه ما هي معقول اليوم لمارينا. سافا بقول انت اكيد على اساس انت والشتم. ايه كثير اصدقاء. كثير اصدقاء. ايه كثير هيك اصدقاء على الاخر. يلا بدي طول بالي. طول بالي. عم بحكي كنت انا ومارينا قديش في ناس بيحبوا هيدا الطقس وقديش انا وياك مش كثير اصدقاء نحن. ابدا بس ماشي الحال لانه احنا بعالم الصباح. ايه والخير منيح. الخير الشتي خير. على يعني على الناحيه الحلوه اكيد. فانا هلا رح اطلب من كل عم بيشوفونا صبايا وشباب اذا عندكم شيء تطرحوه علينا تتصلوا فيه اكيد لحتى جاوبكم. وبحب اذكركم انه بيكون كثير اضبط تطلعوا معي اون سكايب لحتى اعملكم ميك اوفر مباشر على الهواء مثل انا وانتم تبرموا شوفكم 3 دي. عرفتوا كيف؟ يعني بقدر بالضبط فيتكم اكيد اللي فيتكم اكثر وقتها بشوفكم مباشره. صحيح، وهيدا الشيء اللي صار بالانشيب وقتها الاسبوع الماضي. ايه. مباشره مع كل الناس اللي اجوا عم يسالوك اسئله شخصيه مباشره لحتى تقدري تعطيهم تيبس. خبرتيهم انه شفتي للي عنده دقن وبعتلك صوره؟ فعلا خبرتيهم؟ يعني انشيب كان رائع من اي ناحيه. اول شيء كان هالكونتاكت يعني الفيس تو فيس مع كل الفيورز. نحن هون نحب نتشكرهم كلهم لانه فعلا يعني غمرتونا بحبكم وقديش انتم عندكم ثقه فينا. يعني ما عندنا نعرف شو بدنا نعمل. يلي بده يتصور يلي بده يسال نحن اذا موجودين هون اليوم بعد كل هالسنين هو من وراء الناس اللي بتحبنا. صح. وحبيت هالاحترام يعني انه بليز اكيد فيكم تاخذوا صوره. انا كنت فعلا فعلا كثير مبسوطه فيكم ورح نشوف نحن وياكم فيديو انشيب وقتها كنا هوني بعض اللقطات من الناس اللي حبوا يسالوني اسئله مباشره. كل قال انا عرفت العصفوره الصغيره قالت لي انك بتحضري كل حلقاتي. كل حلقاتك. وعشان شو مستحيه قاعده ورا الكاميرا. يعني انا بفكر اعمل تاتو حواجبي تخنهم اكثر. تاتو شو؟ بقول لك بتطير يا عمي بتطيروا العقل. حواجبها مرسومين خلقه ما في لشو الأعرض. ليه لحتى يصيروا هيك؟ شو هالمرض هيدا؟ بتعقدي بليز حبيبتي اوعى تفوتي بالتاتو. أنا كنت مفكرة إنه غرة بس صويت بخاف منها. كثير بتلبق للغرة لأنه ما شاء الله عيونك مبطنين سو يو كان جو للغرة بس ما يقصوا لك إياها من ورا بيقصوا لك إياها بس من قدام. أنا حبيت كل شيء لابستيه اليوم لأنك طويلة. إلا السوز لأني حب السيارة. غلطت. حبيت الشوز انا حبيت الشوز. لو لابسه كعب ما كنت لقيتك فاشنبل. اوكي جود. اول شيء فيك تفكي لي شعرك. جنن شعرك هيك. لشو حطيتي لي هالدبوسه اللي كانك كان عندك قطشه جلي وركضنا يلا رايحين على الان شيب. لا هو ايه لا مش هيك بس لانه بشوي انا كثير وبعدين جاي انه مش لا مش أوك. لا مش 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 يعني نحن مش طالبين منكم تجوا عاملين الشينيو وعرفتوا كيف. لا بس لازم يكون في دائما هالنفحه الانوثه. اميره قد ايه بنتك بتنجر بالفاشن؟ ما بتحب تلبس اي شيء، بتحب تلبس شيء اكبر من عمرها. يا دلع يا دلوعه يا حبيبتي انت صغيره. اوقات وقتها بتكبروا حالكم ما بتبينوا حلوين، هي المشكل. اذا شي نهار بدنا نعمل شيء للولاد صغار ميك اوفر بعمرك، بتحبي تشتركي معي؟ اكيد. اوكي.
وعنا كمان اكيد اجزاء تاني رح ترجع تمرق بعدين عن معرض الانشيب مع لما اللي سالوها مباشره. انما في اتصال ناطر من منى. الو صباح الخير منى. صباح النور. صباح النور، تفضلي، عم تسمعك لما. ميرسي. في عندي الطول بينعد على قصير اكثر ما هو طويل. صدري كثير كبير. سوري حياتي، طولك يعني انت طولك بينعد كيف يعني؟ قد ايه يعني؟ بالمتر وخمسة وخمسين تقريبا. اورايت. والصدر كبير. نعم. وما بعرف شو اللي اكثر بيلبق لحتى ما يبين اوفر الصدر. يعني العالم عم تعمل عمليات بس انه مش حلو كمان كثير زايد. بليز اذا بقدر اخذ فكره. انا اكيد رح اجرب قد ما في لانه هلا في نوع من التبصير انا وانت. نعم. بس انا كثير بشكرك لانك تلفنتي وفي اشياء فينا نقولها حتى لو ما عم شوفك. هلا اكيد اذا منك كثير طويله لازم تعرفي انه ما فيك تلبسي عده الوان لتبيني طويله. لازم تجربي قد ما فيك تلبسي لون واحد. او واذا صدرنا كبير ما فينا نلبس اشياء واسعه من فوق، كشكش، الوان، عرفتي يعني عليها برنس. يا ريت بتلبسي الغوامق من فوق، اجريك رفع نحاف او كلك مدوره او كلك مبرومه. لا وسط في خصر. عندك خصر. اكسلنت. لكن خلينا نلبس الغوامق من فوق. ما فيكي منى، مش هيك؟ اي منى حبيبتي ما فيكي تلبسي شيء مسكر ابدا يعني الا اذا انت محجبه او اذا انت. اوكي منى، اذا انت وجهك اذا جسمك صدره كبير بدك مجبوره تفتحي تلبسي في لحتى يبين الصدر اصغر، بدك تلبسي في، اوعى تلبسي شيء مسكر وراوند نيك. هيدول اكثر شيء بنصحوكي، مش تفكري اذا غطيتي من فوق ولبست شيء غامق رح يبين صدرنا صغير. ممنوع تلبسي هيدا. اول سر، اول تب، ما فيك تلبسي شيء مسكر، بدك تلبسي شيء في لانه بيقص شكل الجسم. وبعدين البسي الغوامق من فوق لحتى يبين صدرك اصغر. وبدك تنتبهي مش كمان صغيره. اوكي بس عم تقولي صدرك هو اكبر شيء بجسمك. اكبر شيء بس انه من تحت مش رفيعه رفيعه تقدر البس ابيض مثلا. لا مش هلا منى. ما ضروري الابيض. مش ضروري ابيض، يعني فينا نلبس الفواتح الافتح مثلا. اذا لبست جينز نلبس الجينز اللي بلو جينز ولبس توب سوداء. عرفتي شو بقصد؟ يعني جربي خلي الغوامق اكثر من فوق. واذا حابه تلبسي شيء فاتح بس بتحطي سكارف على وجهك، شات صغيره فيها لون لحتى ما يضلوا الاسود. هيك ما بتحب الاسود او انا غلطانه؟ لا بحب الاسود كثير. دكر لحتى نعرف كيف بدنا نقسم، عرفتي؟ نعم. بعدين ما تجيبي قطع كثير واسعه من فوق. اسمعيني، انا اوقات الواحد بيكون ناصع بموقع معين بجسمه بفكر اذا لبس واسع شو بيصير؟ بغطي. بفكر هيك بقى. افضل انه ما تلبسي واسع. وتاني شغله الاندر وير كثير مهمه منى. الاندر وير بدك تجيبي اندر وير هي تكبس لك صدرك اكثر. في اندر ويرز بدك تجيبيهم مش يخلوكي عرفتي مرتاحه على وضعك، في شويه عذاب. وبالنهايه اذا فيكي تعملي السيرجري، السيرجري اول شيء بتفيد صحيا، بخف وجع ظهرك، ما بيعود عندك جور على الكتاف من ورا البرا. انا بعرف كثير ناس تعذبوا من ورا كبر الصدر اذا كثير اوفر. في وجع مزبوط، معك حق، هي بدها عمليه بالنتيجه. بالنتيجه رح توصلي لهون. وبعدين نحن بنخاف الصدر الكبير انه يعمل كيس شحم، عرفتي يعني؟ كيس شحم ما عم بحكي عن شيء اسمه ابدا مالجنسي او اي امراض خبيثه. مزبوط. لا سمح الله، بس يعمل فيبرا. اذا اوفر الصدر صحيا لظهرك اكثر شيء لحتى ما يصير عندك وجع ظهر. وانتبهي على الاندروير، الاندروير هو اساس الشكل تحت ثيابك، عرفتي؟ يعني لحتى تاخذي النتيجه اللي مطلوبه. شكرا منى. رح ناخذ زينب لما. الو صباح الخير. الو الو زينب تفضلي. لما عم تسمعك. بس انا ما عم اسمع. ما هي بعدها ما حكيت. زينب هلو. زينب بفتكر هلا بركي بترجع بتحكي معنا. بعدها معنا على الخط ولا نقطع على الخط؟ نقطع على الخط. نقطع يمكن الخط. اوكي هيئته نقطع على الخط. مش مشكلة. خلينا نجاوب. ايه يلا
اجاني ايميل اللي فيه اسمي رحاب حميده، طولي متر 75، وزني 75، بدي اعرف شو بيلبق لي تياب. ما بعرف اذا في عنا صوره فينا نشوفها هون دغري ورا غيدا. ايه اوكي. رحاب عندك جسم كثير بروبورشن، مش فرقانه معي وزنك ولا شو بتلبسي اي سايز، عندك جسم كثير متناسق. مثلا اللي لبستيه من اليوم ما في يقول انه الالوان مش ضابطه، بس الالوان كثير عاديه. ما تخافي خاطري انه تعملي ميكس اند ماتش بالالوان. هلا صدرك مبين انه منه صغير، خلينا نلبس اشياء كمان تورجينا انه صدرنا شوي اصغر. مثل ما كنت عم بحكي مع منى قبل بشوي، مثلا لو كنت لابسه بول اوفر مفتوحه عندك في شيب بين صدرك شوي اصغر. فخادك متناسقين، يعني ما عندك مشكل تلبسي تنانير ضيقه تسوتسيو. هلا شو بيلبق اول شيء رحاب؟ شعراتك بخصوصه رحاب، شعراتك محروقين، مش انه منبوشين، محروقين. بدك تنتبهي عليهم، بدك تهتمي فيهم. الالوان اللي بتلبق لك هي الوان الترابيه، دايما بقول لهم امسكوا ورق الخريف بايديكم اذا ماشيين، كل الالوان اللي بتطلع بايديكم، ورق الشجر اللي بيوقع هول الوانك، يعني الالوان اللي بدو فاتح، يلي الاخضر لون الحشيشة، يعني لون البني طبعا هو لونك اللي لابستيه، اتس يور كولر. بس ما تخافي، فوتي بالوان، فوتي بلون مثلا هالاحمر اللي بيكون الرماني، هالكوراي لون بيلبق لك كمان. وشعراتك ورجعي اطلعي معي سكايب يا ريت. ايه انا بنصحكم، عم تبعتوا لي صور، انا كثير بحب ساعدكم، بس بفضل نطلع نحكي مباشرة، يعني شوفكم لحتى اقدر اتعاطى معكم مباشرة. لانه عندي كثير اسئلة لما يعني عن البشرة الفاتحة، عن الشعر، كل هدول الامور اكيد فيك تساعديهم اكثر بكثير اذا كانوا معك على السكايب. اكيد ما يستحوا من موضوع السكايب، ولما راح تكون رؤوفة وقلبها كبير والبابرش راح تحطها على جنب. لا لا ما في، بوعدكم. ايه ما تخافوا. بوعدكم رح يكون جونتي قد ما في، بس انتم كمان ما تزقزقونا. ايه وهيك وين ما بتكونوا فيكم اكيد انتم تحكوا مع لما وتحكوا مباشرة عبر سكايب. شكرا كثير لما بشوفك ربعت الجاي، نحن ان شاء الله رح نتابع بعد لحظات ارض وورد وفيا لاين، خليكن معنا.